السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوة المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة، إلا كنت أول مرة كتشاهد القناة فما عليك إلا أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا لواحد الموضوع مهم بزاف، واحد الدرس مهم بزاف، بويسك هاد الدرس هذا كنستعملوه بشكل كبير في لا كومونيكاسيون اي اوسي او نيفو دو لا برودكسيون ايكريت او نيفو دو ليكريتور اي اوسي او نيفو دو لا كومونيكاسيون. هي امتى كنستعمل لي فيرب ان انفينيتيف في الجمله؟ امتى كنستعمل لي فيرب ان انفينيتيف في الجمله؟ يعني امتى كنستعمل الاصل ولا الاصل ديال الجمله، الاصل ديال الفعل في الجمله؟ التذكير بالنسبه لي فيرب ان انفينيتيف، لي فيرب ان انفينيتيف هما الافعال غير المصرفه اللي هما في الحالات الطبيعيه ديالهم. الوغ هاد الافعال غير المصرفه واللي هما في الاصل ديالهم كاين 3، كينقسموا 3 جروب. كاين لي فيرب او ار اللي كينتهوا ب او ار، هادو كلهم سو سون دي فيرب دو برومي جروب، كلهم بغيت تلقاو او ار على فاس سو سون دي فيرب دو برومي جروب سوف لو فيرب الي. لو فيرب الي ولو انه كيتسلف او ار سي ان فيرب دو تخوازيام جروب، هذا دو تخوازيام جروب. دونك قلنا جميع لي فيرب كي سوتيمي باغ او ار سون دي فيرب دو برومي جروب. ان اكزومبل بارلي، هذا الحاله الاصليه ديال لي فيرب بارلي ان انفينيتيف او ار برومي جروب. ريستي يبقى، كيتي، مانجي، بلونجي، انسي دو سويت. لي فيرب دو دوزيام جروب هما لي فيرب كي سوتيمي باغ اي ار دوزيام جروب. ولكن ماشي جميع لي فيرب كي سيتيرمين بار اي ار سون دي فيرب دو دوزيام جروب، كاين دي فيرب كي سيتيرمين بار اي ار دو تخوازيام جروب. كيفاش كنديرو نفرقو بيناتهم؟ هو انني جو كونجوغ لو فيرب كي سيتيرمين بار اي ار افيك نو، افيك نو او بريزون. الا سمعت لو سون سون يعني سمعت في الاخر سون سي ان فيرب دو برومي دو دوزيام جروب، ما سمعت سون سي ان فيرب دو تخوازيام جروب. ان اكزومبل ابلودير يصفقوا، ابلودير الوغ je conjugue nous applaudissons. Alors c'est un verbe du deuxième groupe. Grandir. Yakubro. Nous grandissons, c'est deuxième groupe. Alors les verbes du troisième groupe, Huma, les verbes les kitsalop ir. Walakim kitsalop ir, deuxième groupe. On a vu anna lefno, makayen smurdak le son son. Comme partir. Alors je conjugue partir, je partis par il part, nous partons. Alors c'est le troisième groupe. Les verbes qui se terminent par RE, comme prendre. Les verbes qui se terminent par voir, comme vouloir, pouvoir, ainsi de suite. Donc, هذه الحالة الأصلية ديال الفعل. بعض المرات ما كنصرفش الفعل في الجملة. غادي نشوفوا إمتى ما كنصرفش الفعل في الجملة، وهذه إشكالية كبيرة كيوقعوا فيها المبتدئين في اللغة الفرنسية، ما كيعرفوش امتى يصرفوا الفعل امتى ما يصرفوش في الجملة. دونك كاين دو ريغل اون لونغ فرونسيز، كاين جوج القواعد في اللغة الفرنسية باش نكتبوا ولا نقولوا فعل ا لانفينيتيف ما كنصرفوش في الجملة. تبعوا الله يرضي عليكم. الوغ اون دي كو لي فيرب او بيان اون يوتيليز لي فيرب ا لانفينيتيف في الحالة إلا كان مسبوق في الجملة، إلا كان مسبوق بدي بريبوزيسيون بحروف الجر. إلا كان مسبوق بحروف الجر ما كنستعملوش، ما كنصرفوش هذا الفعل، كيبقى على انفينيتي. باغ اكزومبل إلا كان مسبوق بدو ولا بأ ولا بار ولا بسون ولا بور. هنايا فاش كنكتبو لو فيرب ولا كنقولو لو فيرب مور هاد لي بريبوزيسيون كيكون على انفينيتي، ما كنصرفوش. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي هذا لو فيرب الانفينيتيف كنستعملوه الا كان متبوع بفعل مصرف. جو فو سورتير سي بون، جو دوا كيتي. فاش كيكون دو فيرب كي سويف الا كانوا جوج الافعال متابعين، لو دوزيام فيرب سو ميت على الانفينيتيف سي كلير. الوغ لو بروميير فيرب كيكون كونجوغي بلوس لو دوزيام فيرب على الانفينيتيف. نتمنى ان هذه الجزئيه فهمتيوها،
باش نمشيو للتطبيق. ساكلا راه كاين جوج حالات فوقاش كيكون لو فيرب ا لانفينيتيف في الجمله، فاش كيكون متبوع دي بريبوزيسيون ولا ابري ان فيرب ديجا كونجوغي. باش نعطيو امثله باش توضح الامور مزيان، نكتبو هذا الولد. تبعوا الله يرضي عليكم، نحاولوا نفورميلو دي فراز وحده وحده، غير تبعوا الله يرضي عليكم باش تكونوا كاباب دو كونستروير دي فراز سول. هذا الولد، دونك هذا الولد يحاول القراءة، يحاول أن يقرأ، أن يقرأ. ألوغ هذا في اللغة الفرنسية شنو هو؟ سيت أن أدجيكتيف ديمونستراتيف، راه ذكرنا ذلك في الدروس السابقة. هذا سيت أن أدجيكتيف ديمونستراتيف. الولد اسم مذكر، مذكر. دونك قلنا في الاسم المذكر فاش كنبغيو نستعملو هذا في الاسم المذكر كنديرو سو ولا سات. سي كلير؟ سو كنستعملوها في لي نو اللي كيكونوا بادين بكونسون صوف لو لا كونسون اش. سات كنستعملوها في لو نو ماسكولا مذكر اللي كيكونوا متبوعين فوايال. كنعطيكم عدة قواعد في درس واحد، الله يرضي عليكم، كنعطيكم عدة قواعد في درس واحد حتى تمكنوا أنكم تصوبوا دي فراز كي سون سامبل سول. سات كنستعملوها مور لو نو ماسكولا مذكر اللي كيبدا بفوايال ولا كيبدا باش في لاتر ميال. دونك الولد سي تانو ماسكولا سانغلي، متفقين عليها، كيبدا باش فوايال باسكو ندي إليف، إليف. دونك جو في إتيليزي سات. ألوغ جو دي سات، سات إليف. سي بون، يحاول أو بريزون، سي لو فيرب إساي، إساي. Alors je dis j'essaye, tu essayes, il essaye. Cet élève essaye au présent. C'est bon. Un, il y a deux. Alors qu'on a dit un amour à deux, qu'il y a un verbe. Alors je n'en pas. Il n'y a qu'une préposition, je n'en dire. Le verbe à l'infinitif. Alors je ne le conjugue pas. Quand je dis deux, le verbe lire. Il y a qu'à lire. Et voilà, j'ai construit une phrase correcte. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. دوزو الجملة التالية. باغ اكزومبل لا تستطيع أن تنام، لا تنام، لا تستطيع أنت، وهذه فراز نيجاتيف سي بون، النفي فيها النفي. دونك لا تستطيع غنديرو تي تستطيع كوا؟ تستطيع في اللغة الفرنسية هي arrive، tu n'arrive. في هذا لوسون جات tu n'arrive، وهي نورمالمون في اللغة الفرنسية تستطيع هي تقدير. tu n'arrive، هذا سيت ان فيرب دو بروميي غوب. alors tu es à la fin، tu n'arrive pas. c'est clair؟ Arriver, c'est un verbe du premier groupe. Alors, j'arrive, E, tu arrives, ES, il arrive, E, nous arrivons en NS, vous arrivez, Z, ils arrivent, ENT. Tu n'arrives pas. N'est-ce qu'il y a N, A, ou un verbe. Donc, on a une préposition A. Donc, je ne vais pas conjuguer le verbe, je vais l'écrire à l'infinitif. Alors, tu n'arrives pas à dormir. Et voilà, j'ai construit ma phrase de façon simple et correcte. يعني دائما مور لي بريبوزيسيون لو فيرب سيميت ان انفينيتيف. سي كلير؟ الوغ ناخذ مثال اخر. اخي يجري بدون ان ين بدون أن ينتبه. أنا يا أخي سي مون فخير، مون فخير يجري لو بريزون سي لو فيرب كورير، سي ان فيرب دو تخوازيام غوب. ألوغ جو دي جو كور، تو كور، إل كور، مون فخير كور. بدون سون، بدون هي سون، سون أن ينتبه، فير أتونسيون. ألوغ إيسي سون غنديرو لو فيرب على انفينيتيف، دونك فير اتونسيون.
ها هو لو فيرب الانفينيتيف لان مسبوق ب بريبوزيسيون بدون صو. جيسبر كو سي كلير اخواني اخواتي. سي بون. نمروا لحاله اخرى. باغ اكزومبل اقول استيقظ استيقظ باكرا. كنعطيكم كذلك دي تيرم دي نوفو تيرم بور لي زابخوندغ. سي بون. استيقظ باكرا لكي اذهب للعمل. استيقظ سي لو فيرب ريفيي او بيان سو ريفيي. سي بون سو ريفيي سي ان فيرب برونومينال. الوغ لي فيرب برونومينال شنو قلنا؟ جو مو تيتو غير تلقاو سو ريفيي سو كوشي جو مو تيتو إل سو نونو فوفو إل سو. الوغ استيقظ هي الان جو مو ريفيي جو مو ريفيي. C'est un verbe du premier groupe. Alors la terminaison E. Je me réveille. Bakiran hiya to. To hiya bakiran. Ou mouta khiran hiya tar. C'est bon. To, le contraire d'yala. To, le contraire d'yala hiya tar. Je peux dire je me réveille tar. Astaikido mouta khiran. Je me réveille to. Alors je me réveille to. Alors là, il y a qui pour. Pour, on est à adhab. Alors c'est le verbe aller. Alors on est à préposition, donc on va faire le fait. On à l'infinitif. Pour aller, les l'amal au travail. Au travail. J'espère que c'est clair. Alors, on a aidé un petit là, parce que vous savez qu'il va ou bien, il va s'assembler le verbe à l'infinitif dans des phrases. هذه في الحاله ديال لي بريبوزيسيون. دابا غادي نمروا للحاله ديال الحاله اللي كنستعملوا فيها لو فيرب على انفينيتيف. ولا كنقولوا فيها لو فيرب على انفينيتيف دون لي فراز فاش كيكون متبوع بان فيرب كونجوغي. سي بون ان فيرب كونجوغي. الاغلبيه ديال المرات لي فيرب كي سون تاع الانفينيتيف كيكونوا متبوعين بلو فيرب الي. نعطيكم امثله ان شاء الله. الي كيكونوا متبوعين بلو فيرب فولوار. وكيكونوا متبوعين بلو فيرب pouvoir. وكيكونوا متبوعين بلو فيرب devoir. وكيكونوا متبوعين بلو فيرب venir. سي كلير. فاش تلقاو ان فيرب كيسوي هاد لي فيرب هادي الي فولوار الي يذهب فولوار يريد pouvoir يستطيع devoir يجب venir ياتي. الوغ هنايا هادو دائما كنديروا وراهم هذا فينيغ حتى هو كذلك لان واخا كيجي مورا بريبوزيسيون هذا دائما كيجي وراهم ان فيرب ان انفينيتيف ان فيرب ان انفينيتيف. سي بون. الوغ باغ اكزومبل ساذهب الى المسبح. الوغ ساذهب سي لو فيتور بروش لو فيتور بروش. الوغ جو في Je vais, c'est bon, je vais chercher, ou bien je vais aller, qui m'a quatre lardos. Hana, hada le verbe à l'infinitif, le deuxième verbe, le premier verbe conjugué, le deuxième verbe à l'infinitif. Je vais aller à la piscine. C'est clair? En tout cas, qui m'a quatre lardos, hada le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, ou hada à l'infinitif. Par exemple, sa abhatu anka. Je vais te chercher. ER. C'est clair? Numéro un, la deuxième, le verbe vouloir. Yurido. Par exemple, urido al-khuruj. Urido al-khuruj min al-manzil. Alors, là, urido, il y a le verbe vouloir. Au présent, alors je dis je veux. Je veux. Al-khuruj ou un verbe kadalik. هنا فيرب كونجوغي دونك لو دوزيام فيرب سو ميت على انفينيتيف كيكون في الحاله الاصليه ديالو. جو فو خروج سورتيغ. جو فو سورتيغ دو لا ميزون. اي فوالا انا ركبت جمله مفيده باستعمال لو فيرب فولوار ولو دوزيام فيرب سو ميت على انفينيتيف. كما كتلاحظوا هذا كونجوغي وهذا على انفينيتيف. دوزيام اكزومبل لو فيرب بوفوار. استطيع مثلا استطيع أن أفوز. أستطيع أن أفوز.
Alors, استطيع aussi le verbe vous pouvoir. Au présent, je dis je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je peux. Un fausse faire, fausse faire. Donc, gagner. Alors, je vais l'écrire à l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. C'est clair? Je peux gagner. Je peux chanter. Je peux finir. Je peux ramasser. Ainsi de suite. Le verbe devoir. Alors, le verbe devoir, je dois. Yajibu alay. Yajibu alayka. Maintenant, annaou. Yajibu alayka annaou. Alors, je dois. Ou bien tu dois. Le verbe devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Tu dois. Alors, non fait. Alors, je dois l'écrire à l'infinitif. C'est bon. Je répète. Je vais aller à la piscine. Le premier verbe est conjugué, le deuxième à l'infinitif. Je veux sortir. Le premier verbe est conjugué, le deuxième à l'infinitif. Je peux gagner. Le premier verbe est conjugué, le deuxième à l'infinitif. Tu dois dormir. Le premier verbe est conjugué, le deuxième à l'infinitif. J'espère que vous avez bien compris. Même si le verbe venir, qui m'a dit la préposition de. C'est bon, qui est la préposition de. Au fait, comme tu vois la préposition de, qui t'ma le passé récent, le madé al karim. Alors, je dis, je viens de quitter mon ami. Là, de quitter la maison. Je viens de quitter la maison. Le verbe venir est conjugué, qui est la préposition de. Donc après, automatiquement, le verbe doit être à l'infinitif. Quitter. Je viens de quitter la maison. عاد خرجت من الدار. ولا عاد غادرت الدار. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا فهو مهم بزاف au niveau de la communication et aussi au niveau de la production écrite. نتمنى انكم كذلك تكتبوا في التعليقات des phrases en utilisant des phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif. Et je vais vous corriger si vous commettez des fautes. Kashkurkum jazir shukr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.